كشف تقرير إيراني حكومي عن اختفاء مليارات الدولارات من خزينة الدولة في وقت تواجه البلاد أزمة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة حوالي 5000 شخص وإصابة أكثر من 76,000 آخرين. وجاء في التقرير الذي أعده رئيس ديوان المحاسبة الحكومي عادل عزار أن 4.8 مليارات دولار أمريكي اختفت من الميزانية على مدار العامين الماضيين. وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني رئيس ديوان المحاسبة بسبب التقرير، وأشار إلى أن حكومة روحاني أساءت إدارة ميزانية البلاد قبل عامين. بعدما أفادت وسائل أعلام تابعة للنظام في سوريا بوقوع قتلى وجرحى في انفجار آليات مفخخة في قرية الأهراس بريف رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة شمال البلاد، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار خلف قتلى وجرحى من بينهم جنود أتراك. وأضاف المرصد أن الانفجار نتج عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحدى الفصائل الموالية لها.